معكم حافظ شرطي دراج ساري عبد القادر تابع لأمن العمومي لولاية تيبازا سرية أمن الطرقات. خيرت مهنة جهاز الشرطة لأني نحب نتعامل مع المواطن، وأنا قبل ما نكون شرطي نكون إنسان، عندي الخلق تاعي، عندي المبادئ تاعي نمشي بها، ونمشي الشعار من حسن المعاملة من حسن التعلم، ونخلي الشرطي يكون عنده في الجهاز هذا يمد صورة جميلة في هذا الجهاز، والمواطن هو اللي يصنع الأمن، وباش يصنع الأمن هذا المواطن لازم يحافظ على القانون. بيت هذا الجهاز هذا وخدمت في الجهاز، خدمت في شارع المدارس اللي فيه ابتدائية بن عثمان وفيه متوسطتان، متوسطة بوستة ومتوسطة رابطة، اللي دايما كاين حركة وشارع رئيسي فيه الحركة بزاف المواطن، لازم دايما نخلي تلميذ ما تنسوش باللي الشرطي عنده أكثر من مهام يحمي المواطن ومهام يحامي القانون هذا. وباش يحمي القانون لازم يحمي التلاميذ هذو وأولياء التلاميذ اللي يجوا دائما، وعندنا كيف الطريق هذيك انه سونتر اللي يجيوها من كل الولايات قريبه، وانا ماذا بيا كي يجي المواطن من ولايه اخرى يدخل لهذا الولايه يدي نظره على الشرطي ويقضي صوالحه وهو في امان، يولي كي يشوف الشرطي يشوف الامان ويشوف الولايه. بالمعاملة ومع احتكاكي مع المواطن، وزيد التعليمات والتوجيهات اللي مدوها لنا الشرطة، ما تنسوش باللي قبل ما نبداو دائما عندنا بريفينغ 4 ساعة مع رئيس أمن الطرقات السيد فتح، اللي هو يمد لنا التوجيهات ويزيد يفوت لنا كي يكونوا في البوزيسيون تاعنا، يزيد لنا التوجيهات ويعاوننا. ومع الاحتكاك عندي 14 سنة في هذا، راني عندي 10 سنين غير في شارع المدارس، صافي اكتسبت الخبره، ولاو لي البار يحبوني ويكتسبوا الثقه، وكيجيو بلا ما ينزلوا من الطوموبيل يخلي وليدو كيشوفني يخلي وليدو يمشي. والاطفال نتعامل معاهم كوم ولادي، نسقسيهم على قرايتهم، نسقسيهم على صوالح بزاف، وكيحصلوا اي حاجه يكون مواطن كيمر من الشارع ماذا بيا اي سقسيني اي جهه نقولها. الأطفال فيما جاي يحبوني، علاش يحبوني؟ باسكو ديجا نعطي لهم الكلمة، نعطيهم الاحترام مالغري هما أطفال صغار، نعطيهم الاحترام ونخليهم كي يخرج من المدرسة يخرج في أمان، كي يخرج يحسوا بلا في أمان، يقطع طريق في أمان، يروح لدارو في أمان، ونخليهم نحتك معاهم بزاف. باسكو ديجا أنا قبل ما نكون شرطي كنت ديجا أنا راني في الهواية تاعي هي كرة السلة، تعاملت مع الأطفال قبل ما نتعامل معاهم فيما، صافي كان عندي تجربة مع الأطفال. وانا في الوقت الفراغ تاعي نمارس كره السله ونشارك في التدريب الاطفال في مدينه شرشال. ابتسامه انا ملي كنت صغير هكذا ما عنديش، دائما نبتسم وحسن المعامله، دائما نتعامل ماذا بيا كي يفوت مواطن ولا اي تلميذ ولا نبتسم له باش يحس بالامان ويكون عنده مشكل يسقسيني ولا. زميلنا عبد القادر دراج في الوحده تربطه علاقات جيده مع زملاء تاعو، وذلك نظرا لاخلاقه الحميده الذي يمتاز بها. نحس روحي بلي كشغل هو يحميني من كل شيء. بالنسبة لسي عبد القادر ما شاء الله الصباح ديجا كي نوضو على الصفارة تاعو، صباح 7 أور 7 أور إيكار 7 أور ما يفوتهاش، نوضو على الصفارة تاعو في تأطير المرور تاع التلاميذ، وحنا كأولياء والله مرتاحين جدا بالوجود تاعو هنا. صافي وحنا فايتين كي نشوفوا بلي عبد القادر راهو كاين نعرفوا بلي ولادنا راهم في امان. الغياب تاعو يؤثر عن الاولياء تاع التلاميذ ويؤثر على حتى على الاطفال وحتى على المؤسستين.
تم تعيين شرطي دراج عبد القادر صاريع على مستوى شارع المدارس لتأمين الوصل المدرسي، وهذا ما جعل هناك علاقة وطيدة بين الشرطي تاعنا والتلاميذ وأولياء. نشكر بزاف عميد بوليسي عبد القادر، صباح عشية كل يوم هو يقطعنا، ما كانش كيما ويوم من الأيام ما كانش هو كيقطع دحسني طلوبين، من بعد هو كيغفل غير دقيقة دحسني طلوبين، كل عشية كل صباح، صباح بكري قطعنا، مع العشية قطعنا، عطناش قطعنا، نشكره بزاف بزاف باسكو هو أحسن بوليسي في العالم.